بالدموع تلقى الممثل الأمريكي أليك بالدوين خبر براءته من مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز. القضية في محكمة نيو مكسيكو فاجأت الحضور بإسقاط القضية الجنائية ضد الممثل وتبرئته من تهمة القتل غير العمد. ممثلو الادعاء اتهموا بالدوين بسوء التصرف وبأنه لعب دوراً بوفاة المصورة أثناء تصوير فيلم راس. بالدوين أصر على أنه لم يكن يعلم بوجود ذخيرة حية في سلاحه وبأنه لم يكن ينوي قتل المصورة أو إيذائها. إلا أن ما قلب موازين المحاكمة كان إخفاء مكتب شريف سانتا للرصاصة التي قتلت هاتشينز وعدم إدراجها في ملف القضية، وهو ما اعتبرته القاضية أمراً متعمداً ومخططاً لمحاولة تثبيت التهمة على بالدوين، وأقرت ببراءة المتهم للحفاظ على سلامة النظام القضائي بحسب ما قالت. Our case law generally provides that the refusal to comply with a district court's discovery order only rises to the level of exclusion or dismissal where the state's conduct is especially culpable, such as where evidence is unilaterally withheld by the state in bad faith, or all access to the evidence is precluded by state intransigence. The state is highly culpable for its failure to provide this discovery to the defendant. In this case, the state is repeatedly made representations.